في الماضي كان بإمكاننا مشاهدة الأحداث المذهلة من قبيل الصدفة فقط، وذلك إذا تم تصوير فيلم أو تقرير إخباري في مكان قريب، ولكن اليوم أصبح هناك كاميرات مراقبة مثبتة في كل مكان، يمكن للجميع اليوم بكل سهولة تصوير مقاطع الفيديو باستخدام الهواتف الذكية، وفي مقطع اليوم ستشاهد أشياء لو لم تصورها عدسات الكاميرات لما صدقها أحد على الإطلاق. تابعونا إلى النهاية لنتعرف على هذه المشاهد، لكن كعادتنا قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس الرمادي ليصلكم جديدنا باستمرار. الإعصار. هذه لقطات من فيلم عن نهاية العالم. كان هناك إعصار مائي ضخم يتجه نحو إحدى المدن الماليزية، يبدو الآن أنه سيدمر كل شيء في طريقه، لكن ما حدث هو أنه بمجرد اقتراب هذا الإعصار من الشاطئ قام بالتجمد ثم اختفى تماما في الهواء. أضواء في دبي. كانت هناك أجسام متوهجة غريبة تحلق في سماء دبي، وتمكن شهود العيان من التقاط هذه اللحظة بالكاميرات. ربما يدور في ذهنك الآن ما هي هذه الأضواء الغامضة، ولكنه لا يزال لغزا غامضا. هناك أشخاص ما يعتقدون أنه كويكب أو مذنب، وأشخاص آخرون يؤكدون أنها ممثل الحضارات من خارج كوكب الأرض. سيارة في الحائط. هذه اللقطات الغامضة أيضا لم يتمكن أحد من مستخدم الإنترنت من تفسيرها. هل أنت يمكنك تخمين كيف انتهى الأمر بهذه السيارة في الحائط؟ كل ما عليك هو أن تكتب لنا في قسم التعليقات ما تخمنه بالنسبة لهذه السيارة. خلل في المصفوفة. سأريكم الآن لقطات لا يمكن لأحد أن يشرحها من وجهة نظر عقلانية، لكن مستخدم الإنترنت طرح قصة رائعة ومثيرة للاهتمام بشكل لا يصدق. إذا كنت تعتقد أننا نعيش جميعا في المصفوفة، فأنت بحاجة إلى رؤية الأشياء التي تتدلى في الهواء أثناء حدوث خلل بها. ربما هذا ما حدث. هل لديك تفسير آخر لما شاهدته؟ إذا كان لديك تفسير آخر، كل ما عليك هو أن تقوم بكتابته في قسم التعليقات. سماء أرجوانية اللون. ذات ليلة رأى سكان جنوب السويد هذه السماء، لم يروها فقط بل قاموا بتصويرها أيضا. يا له من مشهد رائع حقا لم يتمكن أحد من تفسيره حتى الآن. توهج أخضر. هذا مقطع آخر لا يمكن تفسيره، لكن هذه المرة كان في إنجلترا. طائرة مجمدة. قام أحد ركاب طائرة بتصوير طائرة أخرى يبدو أنها تجمدت في الهواء. ما هذا؟ فهل هذا خلل في المصفوفة مرة أخرى؟ لكن يبدو أن الركاب أصبحوا شهودا عيان لشيء لا يصدق. حظ مثالي. هل تعرف من هم الجناحيين؟ هم أشخاص متطرفون يقفزون بالمظلات بدون أدنى خوف. إنهم يقومون بعمل قفزات بارتدائهم لبدلات خاصة تسمى بدلات الجناحيين. تمكن اثنان من الركاب الفرنسيين من التحليق عبر الباب المفتوح لطائرة متحركة. هذه خدعة صعبة للغاية، وللتفوق فيها فأنت لست بحاجة إلى المهارة والاحتراف فقط، لكن أيضا لبعض الحظ. لا شك أن هؤلاء الرجال كانوا محظوظين بشكل مضاعف، ذلك لأنهم تمكنوا أيضا من تصوير كل ما حدث في مقطع فيديو، وإلا لم يكن ليصدقهم أحد على الإطلاق. التفحيط دون توقف. سجل مدرب السيارات البهلواني يوهان شوارتز رقما قياسيا عالميا، حيث تمكن من التفحيط وهي تقنية قيادية دون توقف لمدة 8 ساعات. اضطر لإعادة التزود بالوقود للسيارة 5 مرات أثناء القيادة، وهكذا تمكن شوارتز من قيادة السيارة لمسافة 374 كيلومترا، وهو أكثر من الرقم القياسي السابق ب 210 كيلومتر. ضل الطريق. أدرك سائق السيارة البيضاء بعد فوات الأوان أنه قد سلك الطريق الخطأ، ولذلك توقف وقرر أن يستدير ببطء في المكان الخطأ أيضا. تمكن سائق الشاحنة من تجاوزه بأعجوبة، ولكن بعد ذلك انقلبت السيارة. كما نشاهد نجت شاحنة أخرى بأعجوبة، وبعدها سارت السيارة ببطء في الاتجاه الصحيح.
سارق الدجاج. سئم رجل من شخص يسرق دجاجة باستمرار، لهذا قرر أن يصنع فخا للسارق، لكنه لم يشك حتى في أنه سيكون ثعبانا ضخما. يبدو أنه ثعبان الأناكوندا. تصميم المصيدة كان بسيط للغاية ومناسب للقبض على الثعابين الكبيرة والصغيرة، وفي النهاية قرر الرجل مشاركة اختراعه ونشر مقطع فيديو على اليوتيوب. خدعة. بعض الناس يصرخون من شدة الرعب حتى على لعبة الكاروسل دوامة الخيل. يبدو قطار الموت هذا مخيف لأشخاص كثيرون، ولكن بالنسبة لأشخاص آخرون لا يبدو مخيفا على الإطلاق. فدائما ما يجد عشاق التطرف طريقة لتدمير أعصابهم، وعادة ما يستمتع كل شخص بطريقته الخاصة، لكن هذا الرجل فقد شعر بالملل فقط لركوب هذه اللعبة على خلاف أي شخص آخر، وقام بكل سرور بإظهار أعمال خادعة وخطيرة. حركة المرور المزدحمة. إذا بدا لك أنه من الصعب جدا عبور الطريق في مدينتك، فانظر إلى هذه اللقطات. يبدو أن المارة هنا لا يعرفون الخوف تماما، وليس هم وحدهم فقط، بل يبدو أن السائقين وراكب الدراجات يتحركون بشكل عشوائي على أمل الحظ. سمكة مدربة. هل سبق لك أن رأيت سمكة مدربة؟ اتضح أنه يوجد بالفعل أسماك مدربة، فقط انظر إلى هذا المقطع. تقوم السمكة بإعادة اللعبة إلى الرجل مرارا وتكرارا. ربما كانت هذه السمكة كلبة في السابق، لا يمكنني تفسير الأمر إلا غير ذلك. تحول فوري. يتحول الماء على الفور إلى جليد بمجرد دخوله إلى هذا الوعاء الرائع. كل ما عليك هو أن تتخيل مدى انخفاض درجة حرارة داخل هذا الوعاء حتى ينجح بمثل هذه التجربة. حيوان الموظ. عندما أخبر رجل ما أصدقائه أنه رأى هذا الحيوان يركض على الماء أثناء إبحاره على متن قارب، نصحوه على الفور بمقابلة أخصائية. ربما يكون لديهم الحق في هذه النصيحة، لأنه إذا سمعت شيئا من هذا القبيل فستعتقد أن صديقك يهلوس أو يعاني من مشاكل في الرؤية. لكن هذا الرجل لم يرى فقط هذا الحيوان يركض على الماء، بل قام أيضا بتصويره بالكاميرا، ولذلك لا يمكن لأحد المجادلة في هذا الأمر مع وجود هذا الدليل. شريط سيليكون. انظر، يبدو أن هذا الرجل أوقف التسريب بحركة خفيفة من يده. هذا حقا عمل سحري رائع. هكذا سيبدو فقط لأولئك الذين لا يعرفون الخصائص الرائعة لشرائط السيليكون. طائرة هليكوبتر. طائرة تحلق في السماء وفجأة فكرت لماذا لا تصبح طائرة هليكوبتر. لا شيء أسهل من ذلك. فيراري وشاحنة. إنه أمر لا يصدق، فقط انظر كيف انزلقت الفيراري تحت الشاحنة. يا لها من خدعة محفوفة بالمخاطر. سائقة دراجة نارية. الآن لن تصدق ما ستراه على الطريق. في بعض الأحيان تحدث لحظات مخيفة حقا، أحيانا أخرى يمكنك رؤية مشهد مذهل. أما سائقة هذه الدراجة النارية الجذابة يمكن متابعتها لساعات، لكن يبدو أنها لا يتم متابعتها فقط، بل هناك سيارة بدون لوحات ترخيص تراقبها. تأرجح الحدود. كما تعلم في الآونة الأخيرة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك متوترة للغاية، لكن المهندس المعماري رونالد رايل قرر تواصل الشعوب المجاورة مع بعضهم البعض على الرغم من سياسة الدول، وتم تثبيت هذه الأرجوحة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وبهذه الطريقة يمكن للجيران التعرف على بعضهم البعض وكذلك التواصل والاستمتاع مع بعضهم البعض دون عبور حدود بلدهم. أراد التقاط صورا. أراد هذا الرجل التقاط صورا لرحلته بالمظلة، لكن فجأة جلس طائر ضخم على عصا السيلفي. يبدو أنه أراد أن يظهر في الصور، لكن بفضل هذا الطائر بدأ هذا الفيديو مثيرا للاهتمام حقا. بركة مياه مخفية. بمجرد أن يكون لدى شخص ما حمام سباحة في فناء منزله، يرغب جميع الجيران على الفور في زيارته، لكن ليس كل مالك يحب ذلك. لكن هناك خدعة سحرية حيث اتضح أنه يمكنك إخفاء حمام السباحة عن الجيران من خلال إخفائه تحت الأعشاب.
حريق في الشجرة. تمعن هذا المقطع يبدو أن شخصا ما أشعل حريقا داخل جذع الشجرة، أو ربما ضرب البرق التجويف، أو ربما حدث شيء آخر. هل لديك تفسير لذلك؟ كل ما عليك هو أن تكتبه لنا في قسم التعليقات. وأخيرا، سد في برومادينهو. في 25 من يناير من عام 2019 حدث اختراق لسد برومادينهو في منجم خام الحديد، كانت نتيجته هي تدمير جميع الأشياء القريبة، وهرعت كتل الطين إلى المنازل في الريف. في عام 2015 ميلاديا حدثت مثل هذه الكارثة. إلى هنا أصدقائي ينتهي فيديو اليوم، ننتظر تعليقاتكم أسفل الفيديو. أما إذا أعجبك هذا المقطع فلا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات حتى لا تفوتكم مقاطع الفيديو الجديدة. إلى اللقاء.